بص إنسان عادي بحالك كوب عادي أخوة كأيها الناس خويا صراحة ندير هاكا ديريكت فوق يد فاقد ولا كيت تورستيك فاقد يد قولي بعض المشاكل معطة قلت اجي نخليهم قواعد شوية نمشي لكازا ما قديم انا كنت في كازا اللي كنت باقي جون دوز فيها سبع سنين وانا بقى زوفري قلت اش اللي وقع سعباتني المرا مشيت اخويا انا قلبنا لقنت لقنت تطلع لي الزفت صراحة ما لقيت خدمة تلقيت بمهرة وخدمة نيجاتيف باش تخدم راك ما تخدم ولا تحلم تخدم في تمارة تكشي تلبني او تجي لي كاين كاين الباطيمات عاليين يمبلومو عاليين وتشوفو حنا ندورانا تا واحد يا خويا ما ساعدني ولا شد بيدي تلقات راسي في السبيطار كيفاش وقع لك توصلتي للسبيطار؟ راني جاك جمعية البر والإحسان الصراحة تيديرو داكشي ديال لوطيل شاد تجي لوطيل قاعد في لوطيل تيديرو داكشي مفور ماكلة داكشي مفور لكليون تلقى كل حاجة مفورة ولي باري بحال مسمين ما نكبر تما عاود الزعاب تيجيو ولا داك لوطيل ما تما فهمت والو اخويا كيفاش تصدروكي لما قاعد مبوخ حاس براسي ما حاس براسي واحد كيلكو طون ضرباتني الترسل من القلبه كان حقه ما تحقه انا راه مراكش بين مش مراكش لا عندكم شي جمعيه ها سيدي جا كنت فيها صاحبي مشي نتعاش كاع حسن ليا تما بقيت نمشي ونجي على داك المدير قوم يجو تاع دفت راسي وحرا وحرا اما تسنيت واحد الليلة هو ولادو كان شي 11 الليل اللي ساعد مسكين تخرج وحق ليلة يلا وجيت لي هنا لمراكش شوف دابا اقدر سبحان الله العظيم وعندو الطوموبيل فرقوني الصافيت ديال الجمعية الصافيت تاع الجهة مو قال سير اخو الله يسهل عليك لا رجعتي نيجاتيف وعلاش ما بقيتيش في البير والاحسان وين جيك دابا صافي صراحة بنجي لمراكش حتى عائلتي ربما وعسى تسافو معايا مومتي تسافو معايا مومتي شوية تياكلك عرفتهم تياكلك تسافو معايا والدي شوية ولخوتي شوية مشي للسبيطار مرة مرة نتعالج شوية نرجع نلقى فين تسكن نلقى لا عرفتي ما نشرك والروح كوميم طون راني تناكل تخصم لي الله ما كاين مشكل لحد الساعة ما كاين مشكل سوكي داكشي اللي قلت نويت انا في راسي ما سق لياش خرجي ما حملونيش باقي قال لي اخوانا امي في عمرها 80 سنه علاش علاش خوت كان فروك ايوا الحسد الحسد راه كان في الدنيا كي وليتي تخرجتي انت الزنقه دابا وليتي عايش خرجت قال لي ما تقعدش مع امي راه جيت طلع على امي ما تبقاش جينا وملي بدات تسمع هكا عم تحرك شي في الكبده ديال مهمتك وتجي راك وتسح وتحل ديال مو هذاك الراس وترزخ الدفا وليكش اللي وقع لي يعني انا سبورت تبس تسمع على راسها مرضي الوالد الحمد لله بخير وعلى خير وتهتا في امان الله لا راني بوزيتيف تخافيش عليا مهمتي ومرة مرة اللي يكون عندي هكا وهكا راه نجي نطلع عليك مهمتي تبيعات بنادمة ولا قالت بي
فاتني مومشكي ديالنا. دونك كي درتي توصلتي الحاله ديال رجليك هكا وصلت رجليك في التكلات هكا. ايوا واش نقول لك اخويا الصراحه اختها في السبيطار جرحت في السبيطار. جرحوك في السبيطار؟ حتى شي واحد ما جرحني. ميتا ديك لابيلونس اش يديروا لك؟ فين؟ في المستشفى ميتا ديك السبيطار. تما؟ والصراحة ما جاتينا لا سميتو لا صافيت لا والو لأن في السبيطار أنا قريبة لي الدار نمشي نتعالج ندير الترويض. ولكن علاش ما تيعالجوش؟ علاش ما تيعالجو ليك رجليك هكا؟ تيعالجوها ليا مرة تيديرو لي داك البرودوي مرة داك السيروم ولي ما كانش رجليا فيها شي حشرة ولا شي حاجة هادا عادي نورمال. دوك انت اش تتمنى؟ اخويا اش تنتمنى شي حاجة بريفي تنوقف على رجليا نولي نورمال.